طبيعة الحال اليوم تم تنظيم واحد الزيارة ميدانية لأعضاء جماعة مجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بالنسبة للمطرح. طبيعة الحال أول الإنجازات هو توفير وعاء عقاري يقدر بحوالي 35 أكتار، الأمر الذي كان لازما باش يمكننا نقلبوا على حلول من أجل إيقاف هذه المأساة البيئية اللي عانت منها الساكنة لمدة تزيد عن 35 سنة. انتم كتشوفوا الآن بأنه تم التهيئة، تم إحداث واحد المطرح جديد مرقب يتمثل أساسا في هذا الحوض اللي غادي تبدا نقوم فيه بطمر النفايات، وكاين حوض ثاني ديال معالجة العصارة. هذا الطمر وإن كان غادي نستمر في التقنية ديال الطمر مؤقتا في انتظار الإنجاز ديال الوحدة ديال تسمين النفايات، كيبقى أن التقنية ديال الطمر ستتم بطريقة مغايرة. علاش؟ لأن هذا الحوض الذي تم بناؤه على مساحة تقدر ب 11 هكتار، أولا تم بناؤه بطريقة اللي هي صلبة تمنع من تسرب يعني كافة السوائل لا سيما العصارة إلى الخارج، وتم تجهيزه بنظام ديال واحد النظام واحد سيستم دو دريناج اللي كيمكن من تجميع هذيك العصارة كاملة قصد تحويلها إلى ذاك الحوض الآخر. هذاك الحوض اللي هو مكان تجميع العصارة باش هذيك العصارة تتم معالجتها، وبالتالي ما كتبقاش فيها المشاكل البيئية يعني المعلومة. ولذلك بطبيعة الحال هذا التهيئة ديال هذا المطرح الجديد المراقب، علاش كنقول مراقب؟ لأنه من جهة تم تزويده بواحد العدد ديال الكاميرات اللي كتجعل أن أي منطقة فيه، أي خطوة فيه، أي مكان فيه يعني مراقب ومعروف في الزمن الحقيقي. لا في واحد القاعة ديال القيادة هنايا في المقر ديال المطرح أو في المقر ديال شركة كازا بيئة. ثانيا أنه مزود بواحد المعدات التي تمكن في آن واحد من جهة يعني الرصد ديال درجة تلوث الهواء، وأيضا رصد درجة تلوث الفرشاة المائية. وبالتالي هذا المرفق، هذا المطرح الجديد كما قلت لك المراقب، هو جاهز للاستعمال وسيتم تشغيله فور حصولنا على القرار ديال السيد الوالي الذي يقضي بافتتاحه وإغلاق المطرح القديم. هذا القرار ديال السيد الوالي متوقف على الحصول ديالنا على شهادة المطابقة اللي خص رئيس جماعة المجاطية يسلمها عاجلا، لأنه حصل تأخر غير مفهوم، لأنه الطلب كان تقدم عنده تقريبا هذه حوالي شهرين.